مرحبا، أنا اسمي ريتا وسأقرأ لكم اليوم حرف الدال ومراجعته. أتلفظ: مائدة، درهم، دخان. د فتحة د، د ضمة دو، د كسرة دي. أقرأ: د د، دو دو، دي دي. سنذهب إلى الصفحة التالية، هي الصفحة 11. أتلفظ: مداد، دود، ديدي، دال، ألف، دا، دال، واو، دو، دال، ياء، ياء، دي، دي. أقرأ: أعتذر إليكم، لا أعلم لماذا فعلوا اثنان من الياء، لا أعلم، فقط أقرأهما، فقط لا يمكنني أن أقرأ واحدة لأنهما مكتوبان اثنان. هذه الياء لأننا تأتي في آخر الكلمة، وهذه الياء تأتي في وسط الكلمة. لقد فهمت. لنكمل الفيديو، وصلنا إلى أقرأ: دا دا دا، دو دو، دي 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 دي. سنذهب إلى الصفحة التي أخبرتكم عنها، الصفحة الثالثة. أتلفظ: ورد، ورد، ورد. د فتحتين، د ن. أعتذر، إنها غير صحيحة. دا فتحتين، دان. دا ضمتين، دون. دا كسرتين، دان. سنذهب إلى أقرأ. أقرأ: دا دا، دو، دي. دا دا، دو، دي، دي. دا دان، دان، دون، دين. دا دا، دو دين، دو دون، دي دي. وداعا يا أصدقائي، سأكرر الفيديو لأنني سأخذ من أخي قصة جحا. جحا صديقنا، بدي يا أمي، سنقرأ هذا المقطع. هل نقرأ هذا المقطع؟ نعم. أكتب فقط هذا، لا هذا، لأن هذا الكتاب لصديقتي مرام، وضعت هكذا لا أريد. أكتب: دا، دي، دو، دا، دي، دي، دا، دي، دو، دا، دي، دي.